قرون من المجد والفخر، 3 قرون من العزة والكرامة، 3 قرون من القيم الراسخة. كل عام والمملكة العربية السعودية بخير. لايك، شير، سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات، وأهلا بيكم في جولة يوم التأسيس من دوري روشة. الحمد لله على السلامة يا كيسي. هو ماتش مش صعب باللاعب الطاقي اللي بينافس على الهبوط، بس مش مشكلة، نفسنا نفرح له، ما احنا كسبنا الماتش اللي فات لما غاب، ودي حاجة قلقتنا على الفريق علشان حسينا ان احنا داخلين في دوام، بس ما كناش وقت بصراحة ورجعنا على طول قصاد الطاقي. الفكرة ان احنا كنا عايزين الماتش يتأجل علشان سافرنا في نفس اليوم، امال لو ما كانش اتأجل كنا كسبنا كام؟ بس بعيدا عن الهزار، التشكيلة رجع ليها التوازن بعد رجوع كيسي والبريكان، وكنا قادرين نضغط من البداية ونهاجم اكتر وكمان نضيع فرص. رفاهية اوفر بصراحة. صحيح الطاقي سجل قبلنا، بس كل حاجة كانت بتقول ان الاهلي هيسجل عادي، وفعلا خرجنا من الشوط الاول بتعادل. يا فيرمينيو افرح بالتسجيل ولا هنرجع لدور المهاجم المختفي تاني؟ جول براسه ووجه الكره كانه بيلعبها بعيد، ورأسيه تاني دخل وجهها بقوه بعد اسيست من البريكان. محرز برضه في الماتش كان مبهر قوي بادائه، سجل وصنع وسدد كتير. تاني اعلى تقييم في الماتش بعد فيرمينيو ب9.7/9. بس الحلو ما بيكملش، ماكسيمان بيتصاب وبيخرج في نهايه الشوط الاول وبينضم لفيجا، وبعدين بقى مع الاصابات انا تعبت. فيجا نفسه اتضايق لماكسيمان ونزل ستوري وقال ان دي مش صدفه ولازم ما نسمحش بالتدخلات دي والا هتفضل تتكرر، وان احنا بس اللي بنتضرر في الاخر وده مش عادل. ماتش طلعنا منه بمكاسب كتير، بس لسه مش واصلين لمرحله الاطمئنان. وبصراحه كلمه على جنب، جول الطاقي كان حلو قوي، برنارد منسا بيلم الاول والتاني ويحطها جول في الاخر، وفي ناس فعلا اعتبروه الهدف الاجمل في دوري روشا. قولوا لي في التعليقات، بالنسبه لك ده الهدف الاجمل ولا في اجمل منه؟ قمة اوفت بكل الوعود، ماتش حلو زي حلاوة القهوة العربية، زي ما قلت لك ديربي وفى بكل الوعود، خاصة لو انت من المحايدين اللي ما بيشجعوش اي فريق. يا بختكم استمتعتم بماتش جميل من غير توتر ولا تعب اعصاب. اما جمهور النصر طمنوني عليكم، عاملين ايه دلوقتي؟ ارتحتوا شوية من الماتش؟ للأسف ده واحد من الماتشات اللي فعلا كنا سيئين فيها، بس تبقى بتلعب وحش وتفوز دي بقى اهم حاجه في الدوري. الماتشات اللي زي دي بتفرق كتير. الشباب لعب ماتش كبير وكان بيضغط طول الوقت، وده خلانا مش عارفين نخرج من منطقتنا ونعمل خطوره حقيقيه على مرماه. تفوقوا علينا في الاستحواذ وعدد التسديدات والاهداف المتوقعه، بالذات في الشوط الثاني النصر كان مختفي اغلب الوقت، والجبهه اليمين عندنا الشباب بقياده كاراسكو والحربي استلموها. عارفوا ان دي نقطه ضعف عندنا، سواء بسبب تاليسكا اللي ما بيرجعش عشان يقوم بالدور الدفاعي عكس ماني، او بسبب الاجامي اللي ما كانش في احسن احوال. في النهايه هو ما بيلعبش في مكانه كقلب دفاع، هو مش ظهير، فحتى هجوميا ما كانش مفيد. كاراسكو اللي بعد نص ساعه كان المفروض ما يبقاش في الملعب اساسا. خلاص احنا قايلين مش هنعلق على التحكيم، بس هو مش تعليق على التحكيم على قد ما هو عنف ما يتسكتش عليه من كاراسكو. ده مشي وقف كده على رجل لجامي، يعني الحمد لله امثلي. نكمل مع ادائنا، ولما خط الوسط ما يكونش في يومه هتعاني. وبروزوفيتش تحديدا بعض القرارات الغلط ما بين التمرير والتسديد. بروزو من اهم لعيبه الارتكاز في العالم مش بس في الدوري السعودي، ولو مش في يومه اكيد الفريق هيتأثر. كاسترو بقى بعد الجول التاني للشباب خلاص استوعب انه ما ينفعش يسيب لجامي اكتر من كده، ونزل بوشل وتبديلاته فرقت في اخر دقايق. نيجي بقى لوليد عبد الله، لا انا بالاداء ده كل مره هخصص دقيقتين ثلاثه امدح فيه، رغم الجولين اللي دخلوا فيه، بس هو انقذ النصر كتير، حضوره فعلا كان مبهر. تخيل الحارس الرابع عندك لما تحتاجه يبقى ده مستواه. ما شاء الله يا جماعه، اعرف من هو حارسي. وجات لحظه الحسم، الواحد مع الحماس والفرحه بالجول اللي جه في الوقت القاتل المثالي ممكن ما ياخدش باله من الفنيات الجميله. تمريره الخيبري لتاليسكا لا تجبرك تنبهر بجمالها من اول لحظه، وتاليسكا بانهائه المظبوط وثق الاسيست الجميل ده. حتى بعد الجول والاخر لحظه فضلنا حاطين ايدينا على قلبنا من هجمات الشباب، بس حصل خير والهدف ضمن لينا الثلاث نقط. ماتشات زي دي هي اللي بتجيب الدوري. وبالنسبه لموضوع رونالدو، لحد وقت تسجيل الحلقه لسه ما طلعش قرار نهائي، فمش عارفين الدون هيكون معنا في الماتشات الجايه ولا لا. يعني مبدئيا كده يا متروفيتش عمالين نقول هتخلي بالك علشان ما تاخدش انذار، وهتلعب من غير تهور علشان تحافظ على نفسك، تروح مدور على سبب تاخد عليه انذار. متروفيتش هيجيب عن ماتش الاتحاد بسبب تراكم الانذارات. جيسوس دخل الماتش قدام جيرارد بتشكيل فيه اختلاف عن اللي متعودين عليه، لعب 4-3-3، سعود كوليبالي البليهي ولودي، وقدامهم سافيتش ونيفيز والفرق، وثلاثي الهجوم كان مالكم وميتروفيتش والدوسر. الاستحواذ اكبر للهلال 68%، بس الاتفاق مقفل دفاعيا وبيعمل ضغط عالي على لعيبه الهلال، وده عشان ما يبنوش الهجمه بأريحية
الثانيه ويحاولوا يغلطوها. جيرارد قدم اللي يقدر عليه، بس ده الهلال وهيعرف يلاقي حل. وزي ما بنمدح لعيبه الهلال كل مره على التزامهم طول الوقت، ده اللي فرق معاهم قدام الاتفاق بره. سعود عبد الحميد كان ممكن يسيب الكره تطلع، بس راح وعرف ياخد ركنيه، جه منها الهدف الاول من سافيتش، بعدها سالم بمهاره فرديه سجل جول روعه. غير اللقطتين دول كان فعلا التسجيل صعب على الهلال. والشوط الثاني بقى حسيته تحول لماراثون بين الفريقين، هتضغط وتقطع الكوره وتعدي، هضغط عليك واقطع الكوره وعدي وترجع تقطعها وهكذا. حتى الاستحواذ والفرص والتسديدات كانوا تقريبا متساويين بين الفريقين عادي. حققنا المطلوب وخدنا الثلاث نقط وبكلين شيت، ومش لازم كل ماتش نفوز 3 او 4 يعني عادي. جولين حلوين، خاصة ان الهلال كان معتمد على دفاع المنطقة اللي انا بقلق منه شوية بصراحة، ومش محتاج لمواقف الرقابة واحد على واحد، بس برضو في اي لحظة لو المدافع قصر التسلل ولو بمليمترات هيبقى انفراد عليه، وده حصل في اكتر من لقطة كان ممكن يتحولوا لجوال علينا. بس لحسن الحظ عندنا مدافع كبير وخبرة اسمه كوليبالي، شال كورتين من غير ما يتسبب في ضرب الجزاء والاتنين اخطر من بعض، وكمان بيتقدم وبيحاول يساعد هجومي. عموما مبروك الفوز، شعور جميل ان يكون عندك كلاسيكو وماتش صعب، بس انت واثق ان فريقك هيخليه ماتش سهل ويكسبه ومش محتاج تقل. الحمد لله، كنت هتضايق قوي لو خسرنا. ايه ماتش الاعصاب ده؟ يعني استحواذ 64%، 23 تسديده منهم 7 على المرمى، هاجمين من اول دقيقه وضغطين علشان نسجل بدري، وكور جنب القائم وكور فوق العارضه، جالاردو متحسن اهو عن الماتش اللي فات. في الاخر نطلع في الشوط الاول خسرين 1-0، والكره تفضل مع عندنا لحد الدقيقه 84. منير محمدي قدم ماتش كبير برده طبعا ما ننكرش، كفايه نقول ان صد ضربه جزاء لكريم بنزيما. مش قلت لكم هاتريكات بنزيما هترجع؟ هو عمل هاتريك فعلا، بس هاتريك اجوال ضيع، ضيع ضربه جزاء وسجل جولين واتلغى، واحد علشان كان في فاول على فابينيو قبل الجول، والثاني كان عشان الكره لمست ايده قبل ما يسلم. معرفش ايه شعور اللي عندهم البنز في الفانتازي بصراحه. ايوه زي كده. اما اللي معاهم حمد الله فهي حظهم، سجل جولين وجاب 12 نقطه. بس سيبكم من الفانتازي دلوقتي، خلينا في الواقع الجميل اللي معيشه لنا حمد الله. فريقه خسران والدقيقه 84 وبنزيما قدام نفس الحارس ضيع ضربه جزاء، تروح شايطها على طريق بانينكا؟ لا، وبعد الماتش بيقول لما كنا في معسكر المنتخب المحمدي تحداني اجيب فيه جول بانينكا، فكنت بوريه اني اقدر اكسب التحدي يعني. اذا كان كده ماشي، فرحنا بالجول والدقيقه بقت 90، وعايزين نعرف الحكم هيحسب وقت بدل ضايع قد ايه عشان نشوف هنلحق نجيب جول كمان ولا لا. نلاقي احنا النجعي بيجري لوحده ورايح انفراد، يعني لو وصل وشاط شكر، لكن ظهر موقف تاني من خط الدفاع، سعد الموسى عمل تدخل تكتيكي على طريقه راموس واتطرد بسببه. محدش بيفرح لما لعيب يطرد من فريق، بس مع توقيت زي ده ومع نتيجه الماتش لا، فرحنا وبنشكرك كمان. سعد بعد الماتش قال ان شاء الله مع الوقت والخبره هعرف اقطع الكوره من غير ما اطرد. صحيح هيجيب عن ماتش الهلال الجاي واحنا دفعنا مش ناقص غيابات، بس الثلاث نقط بتوع الماتش ده يستاهل. اكيد قلتوا بعد لقطه سعد دي هيجي جول الاتحاد ويفوزوا. حجازي تاني بيبدا هجمه بعد ما قطع الكوره، احمد الجامدي بتحرك جميل سلمها لبنزيما لوحده على الطرف، وهو راوز عشان يوصل لمنطقه الجزاء وعمل عرضيه بالرجل المدافع عشان توصل لحمد الله اللي في وقت حاسم زي ده مش بيضيع. بعد صفاره النهايه جه المشهد الاجمل لبنزيما، وحمد الله شاور عليه وطلب منهم يشجعوه، وفعلا هتفوا باسمه وحيوه. فاكرين من شهور قليله بس كنا بنقول وجود حمد الله وبنزيما في فريق واحد هيعمل مشاكل وهنشوف خلافات ما بينهم، بس العكس هو اللي حصل، والاتنين بيشجعوا بعض، ولما واحد مستواه يقل التاني بيدعمه. مبسوطه بالروح اللي ما بينهم وبتفاعل جمهور المدرجات معاهم، بتمنى جمهور السوشيال ميديا كمان يبقى عنده نفس الفكر، وشايفه ان دي فتره فيها سوء حظ هيعديها وهيقدم مستوى اعلى. كل حماس لكلاسيكو الجوله اللي جايه، ورساله للزعيم هنصعبها عليكم، ومين عارف ممكن نبقى السبب في اول هزيمه ليكم الموسم ده. وبعدين ده احنا جايين لكم بالمعيوف، هيكون عليكم. ده كان كل كلامنا عن الجوله 21، جوله يوم التاسيس. لايك شير سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات، ونتقابل في الجوله الجايه.